بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. اليوم راح نتناول Police Officers Duties، واجبات ضابط الشرطة. Student Book صفحة 17. Footprint، آثار الأقدام. Fingerprints، بصمات الأصابع. Have to، يجب. Follow، يتبع أو يطيع. Safely، بأمان. Duties، واجبات. Accidents، حوادث. Rider speed gun، مسدس قياس السرعة. Identify، يتعرف على أو يحدد. اختصار كلمة رادار اللي هو راديو، خدنا حرف الار من كلمة راديو. detection، تحسس. and ranging، والمدى. نهاية ثلاث كلمات خدنا اللي هو جهاز تحديد سرعة ومكان الأشياء المتحركة. رادار. check، يفحص. wear، يلبس. seat belts، حزام الأمان. prevent، يمنع. serious، خطر أو خطير. get into، يصعد في. investigate، يتحقق أو يحقق في. robberies، سرقات. happen، يحدث. evidence، دليل. recognize، يتعرف على أو يميز. expert، خبير. witness، شاهد. look like، يشبه. commit، يرتكب جريمة. solve، يحل لغزا أو مشكلة. likely to happen، من المحتمل حصوله. crowded، مزدحم. thief، لص. directions، اتجاه. الآن تابعني في كتاب الطالب. page 17. people have to follow the law، على الناس أن يتقيدوا أو يطيعوا القانون. so that we can live together safely، we can all live together safely، بحيث نستطيع أن نعيش سوية جميعا بأمان.
There are a lot of different laws. يوجد العديد من القوانين المختلفة. So police officers have a lot of different duties. لذلك لدى الشرطة واجبات كثيرة مختلفة. لاحظ كلمة a lot of. لاحظها وين جت في الجملة المثبتة. هنا أيضا there are a lot of جملة مثبتة مع المعدود laws. Some لاحظ كلمة some others الآخرين بعض الآخرين direct traffic بعض الضباط مهمته هو الإشراف على المرور direct traffic الإشراف على المرور to make sure ليضمن that drivers can use the roads easily ليضمن سلامة أو تأمين الطرق للسواق بسهولة and without having accidents بدون حدوث حوادث أو حصول حوادث they also use radar speed gun هذا الجهاز لتحديد سرعة السيارة to identify people ليحدد أو يتعرف على أو يعرف ليس يتعرف يعرف على يعرف people who are driving الناس الذين يسوقون سياراتهم too fast بسرعة تتجاوز الحدود المسموح بها. This is very important. هذا مهم جدا أن يحدد سرعة السيارة. ليش؟ Drivers mustn't speed. لاحظ استخدام must. Must not. يجب أن لا يسرعون. Because speeding is one of the leading causes of death on the road. لأن السرعة هي أحد أسباب الموت على الطرق. Police officers also check. ضباط الشرطة أيضا يتحققون من أن the drivers and passengers كل من السواق والراكبين معهم are wearing their seat belts. يلبسون حزام الأمان. Some people get angry. بعض الناس يغضبون. ليش؟ Because they don't like to wear them. لأن بعض الناس لا يحبون أن يلبسوا حزام الأمان. But seat belts can prevent serious injuries. ولكن حزام الأمان يمنع الحوادث أو الإصابات الخطيرة. If you have an accident في حالة الحادث. So remember, لذلك تذكر, when you get into a car عندما تصعد في سيارة, you must wear your seat belt. يجب أن تلبس حزام الأمان. بالقوانين, إذا عند القانون, دائما تستخدم ده كلمة must. Of course, بالطبع police officers also investigate crimes بعض الواجبات الأخرى هي أن ضابط الشرطة يحقق في الجرائم like robberies مثلا السرقات when police officers are sent to the place عندما يتم إرسال ضابط الشرطة إلى المكان where it happened الذي حصلت فيه الجريمة They need to look for يبحث عن evidence دليل of fingerprints بصمات الأصابع and footprints وآثار الأقدام which can be used التي تستخدم to identify لتحديد المجرم and arrest the criminal وثم إلقاء القبض عليه. They don't have to recognize the fingerprints. ليس مهمتهم أن يميزوا بصمات الأصابع themselves بنفسهم. توجد مختبرات خاصة لهذه المهمة. There are fingerprints experts وأيضا يوجد خبراء
بصمات who do that، مهمتهم أن يتعرفون على بصمات الأصابع. Police officers also have to ask a lot of questions، عليهم أن يسألوا الكثير من الأسئلة. They interview witnesses، يقابلون الشهود. Who they think might have an information، الذين لديهم معلومات about the crime، عن الجريمة. شو مهمة الشاهد هنا؟ Witnesses can help the police، الشاهد يساعد الشرطة. By telling them، بإخبارهم. What a criminal looks like، إذا شاهدوا المجرم فيعطون أوصافه. Or what time a crime was committed، أو يعطونا وقت حدوث الجريمة. 3. Police officers try، ضباط الشرطة يحاولون. To prevent crimes، منع الجريمة. As well as solve crimes، بالإضافة إلى إيجاد أو اكتشاف المجرمين، حل لغز الجريمة. They often watch places، حتى يمنعون الجريمة يذهبون إلى حراسة الأماكن. They watch places where they think crimes are likely to happen، في الأماكن التي ممكن أن تحصل فيها مثل هذه الجرائم. For example، على سبيل المثال، crowded areas attract pickpockets، الأماكن المزدحمة بالناس تجذب سارقي المحفظات، اللي هم نسميهم النشالة. Who try to steal people's wallets، الذين يسرقون محفظات الناس. Shops that sell expensive items، المحلات التي تبيع أشياء ثمينة. Also attract thieves، تجذب اللصوص. But police officers also help with everyday problems، وهم أيضا يساعدون الناس في المشاكل اليومية. For example، you are if you are for example قلنا شوي ما واضحة هذه، نعتذر. For example if you are lost، في حالة أنك أضعت الطريق. You needn't worry، لا تقلق. You can just ask a police officer or for directions، تطلب من ضابط الشرطة الاتجاهات أو تسأله عن الطريق إلى مكان معين فيرشدك إلى الطريق. أعزائنا الطلبة، شكرا لمتابعتكم لهذا الدرس. الدرس القادم راح ناخذ أسئلة عن هذه القطعة. هاي القطعة مهمة جدا، لأن تتكرر من عندها أسئلة على المفردات الفوكابولري. تحياتنا لكم.